يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من العلم لأن الداعي يسأل. نعم. يقول: بعض الناس ليس لديهم من العلم إلا شيء يسير ويقوم بالدعوة أخذا بحديث بلغوا عني ولو آية. يقول: هل هذا ما فهم الحديث بلغوا عني ولو آية؟ البلاغ على قسمين: بلاغ حفظ وذكر للآية والحديث ما يخالف، اقرأ عليهم الحديث واقرأ عليهم الآية واقرأ عليهم بكتاب صحيح أو بالقرآن ما يخالف، هذا تبليغ اللفظ، تبليغ اللفظ. أما تبليغ المعنى والشرح هذا لا يقدر عليه إلا العلماء، لا يقدر عليه إلا العلماء، العامي ما يصلح يبلغ المعنى والشرح والتفسير. نعم. التبليغ على قسمين: تبليغ لفظ فقط وتبليغ لفظ ومعنى، هذا للعلماء. نعم.